تفرق عن بعض الافكار واحنا دوم اللي نختار تفرق عن بعض. الله يخلص الرصيد مال اللي جهات 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 لو 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 جهات جهات يا شيخ اخلص تكفى خذ مجهات تكفى يا كثر تكفاتك وش تقول يا الله خذ بسيطة تكفى هزمنا وش تبي ها بكلم ما معي رصيد ليش عندك تكلم ابى اكلم ولد عمي والله لي اسبوعين ما كلمته طيب كلم ولد عمك يا اخي في شيء اسمه واتساب ارسل له رساله لا انا بتصل عليه يا اخي صله رحم صله رحم يعني ما عندك أيوة. شيء ضروري صله رحم ايوه صله رحم واتساب وش تبي تقول له يعني الو السلام عليكم كيف الحال ابى ادق عليه بطمن عليه شوف اخباره وشوف عمي اخباره واخوان شوف الحركه هذه الو السلام عليكم كيف حالك وحشتنا من زمان ما شفناك بسيطه ترى لا لا بس يا اخي ما توصل المشاعر والاحاسيس ما هي اذا اتصل شاف رقمي كذا والو يا اخي يحس بالانبساط يا اخي افرض انه مشغول ترسل له رساله متى ما شافها رد عليك لا 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 مو مشغول هو الحين فاضي انا عارف يا اخي وصلنا 2020 وهذا للحين نظام قديمين والو كيف الحال الزبده يا حبيبي يا حبيبي نظام قديمين انت ايش دخلك انت أوهو. تعطيني اكلم ولا لا لا في الاخير تبي اشبك لك راوتر ونت ترسل واتساب اهلا وسهلا ما تبي كيفك لا انا ابغى اتصل ما ابغى واتساب وانا اقول لك الواتساب ازين لك واوفر لنا لا 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 انا ابغى اتصل اتصال احسن وانا اقول لك واتساب ازين لا اتصال تبيها عنادي احمد اتصال انت ما تقتنع الا يعني بطرف ثالث صح تبينا نروح نحكم الناس صدقني الناس راح يوقفوا في صفي يلا يا صفي نشوف مشينا مشينا فيها نحتار راح نطرحها بين اثنين